ازيكم؟ انا مصطفى جويده من تكنولوجي دوت تي في، وما زلنا في ستوديو ويف. والنهارده احنا هنتكلم عن الكارت اللي هو 003، اللي هو الكارت اللي عندنا ده، وازاي صوت بيدخله وبيخرج منه، وكل الفانكشن اللي بيقوم بيها الكارت ده. موضوع الكروت اللي كانت من انتاج ديجي ديزاين دي كانت بتشتغل مع منتجات السوفت وير لحد فيرجن 8. بعد فيرجن 8 اللي هو من اول 9 كان انتاج تام خالص من افيد، من شركه افيد، وهي حاطت فيه الفانكشن دي او الوظيفه دي انه يقدر يشتغل مع اي كارت صوت تاني، مش شرط الكارت الخاص بالشركه. ولكن في نفس الوقت هي بتنتج برضو كروت كومباتبل ويز السوفت وير بتاعها او البرو تولز، وبتشتغل من خلاله. الكارت ده 003، وهو من انتاج شركه ديجي ديزاين اللي هي بارت اوف افيد زي ما قلنا قبل كده. نبتدي من هنا. دي الفون، مخرج الهيدفون، ده الكنترول بتاعه الفوليوم، هيدفون 1. نفس الحكايه هيدفون 2 اللي هم دول قدامي، دول يعني واحد خاص بواحد، 2 خاص باثنين، 3 مونيتور، ده خاص بالمين مونيتور اللي هي الاستوديو مونيتور، الاوتبوت اللي هم السماعتين الاساسيين بسمع منهم جوه الكنترول. دي بالنسبه للاوتبوت بتاعتي. بعد كده في عندي هنا المفاتيح اللي تحت دي خاصه بالاوكسيلريز او الاوتبوت الاضافيه اللي عندي، ان انا ممكن اسمع الكنترول روم جوه او للميوزيشنز، كل واحد على حده عدد من الاصوات اللي انا عايز اسمعها له خلاف التاني. ودي كانت فكره عامه عن كارت الصوت واهم الوظائف لكل مفتاح من المفاتيح اللي في وش الانترفيس قدام. اتكلمنا النهارده عن ال 003 والزراير بتاعته وكل وظائفها. اي حاجه تانية عايزين نعرفها عن التكنولوجيا ندخل على technology.tv. خد فكره.